مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من ساحة السرايا وسط مدينة غزة في اليوم 13 لإضراب الأسرى عن الطعام في السجون الإسرائيلية. الأسرى الذين يضربون في سجونهم وتتضامن معهم عوائلهم هنا في غزة وفي الضفة الغربية، سعيا منهم لإيصال رسالة لهم بأنهم ليسوا وحدهم. نحن الآن في خيمة الإضراب هذه والتي تتواجد فيها السيدات هنا في ساحة السرايا. سنتحدث مع عدد منهن وسنختم حديثنا بلقاء خاص نجريه مع والدة الأسير ضياء الأغا لتحدثنا عن هذه المعركة التي تساند فيها العائلات أبنائها في السجون. وربما لا أعرف إن كان بإمكاننا أن نأخذ هذه اللقطة المباشرة لقدوم وتوافد المواطنين في قطاع غزة هنا، يعني جماعات وأفراد للتضامن مع الأسرى وإيصال رسالة التضامن في معركتهم هذه التي يخوضونها ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي تمنعهم كثيرا من حقوقهم البسيطة والأساسية والتي يناضلون الآن لاستعادتها ونيلها فيما يتعلق خصوصا بالزيارة وبالرعاية الطبية وبالحقوق الأساسية التي يجب أن يكون يتمتع بها كل أسير بناء على الاتفاقيات الدولية ومعاهدات جنيف. بداية ستكون معنا أسيرة محررة تتواجد هنا في خيمة الاعتصام، يعطيك العافية لو عرفتينا على نفسك بشكل أكبر. أميمة الأغا، أسيرة محررة. انسجنتي من فترة أي سنة لأي سنة؟ من 92 شهر 6 ل 11/2/97. ممكن هذه التجربة اللي أنت خطيها في السجون الخمس سنوات هي الدافع لك اليوم لتكوني حاضرة في فعالية مشابهة للأسرى؟ أكيد أكيد، اللي بيعرف معاناة الأسرى والإضراب الأسرى لازم يعاني. أكيد باعتقادك وجودك ووجود الناس في قطاع غزة هنا في هذا المكان ممكن فعلا يكون له فائدة؟ أيوة أكيد، وجود الأسرى، وجود أمهات الأسرى والستات والفاعليات بشد من أزر الأسير وبحيوا صموده وبقفوا معاه. إحنا مساندين للأسرى، مش كمان متضامنين، لا إحنا مساعدين واقفين جنبا إلى جنب معه الأسرى أكثر من متضامن كمان. طيب بما أنك خضتي تجربة السجن سابقا وبتقولي أنه أي تضامن شعبي هو بشد من أزر الأسرى، كيف شايفة التضامن الشعبي الفلسطيني والتضامن العالمي والالتفات العالمي لقضية الأسرى؟ والله التضامن الشعبي هو إحنا كمان الحمد لله، بس بدنا مزيد من مؤسسات، ستات، بيوت، مدرسات، مدرسين، كله يتضامن مع الأسير. الأسير عنواننا، الأسير والعالم، ما فيش له دور الحمد لله. والله الأسير هذا، الأسير ضحى، الأسير دافع عن وطنه، حريته، قضيته قضية عادلة. لازم في كل سلام يكون الأسير أول أولويات السلام، بدون الأسير ما فيش سلام. أشكرك جزيلا وأنتقل الآن بحديثي إلى زوجة الأسير رجب بركة، يعطيك العافية. العافية. لا لحالي أنا. كم سنة له زوجك مسجون وكم حكمه؟ حكمه 10 سنين، وهي حين خاشوا السنة العاشرة، ضايله 10 شهور ويطلع من السجن. 10 شهور ويطلع. ورغم هيك متضامن وانضم للأمعاء الخاوية. هو الآن منضم لهم بالإضراب. اليوم 13 على التوالي، اليوم مضرب. لا ما فيش برضه زيارة، زمان ما ضربت. ممنوعة من الزيارة؟ مش ممنوع، بس يعني كل فترة والتانية، يعني ما فيش زيارات يعني باستمرار ورا بعض. واحنا هنا اليوم موجودين في خيمة الاعتصام كاين ندعمهم ونشد على جزء من المطالب اللي بيضربوا الأسرى علشانها هي الزيارة وشروط تحسين شروط الزيارة. انت كزوجة أسير وزرتي، كيف شروط الزيارة؟ هل هي فعلا بهذا السوء؟ ما فيش يعني الزيارة ما بنشوفوش غير عن طريق قزاز وعن طريق سماعات، يعني بتروح أغلبية الزيارة واحنا الكلام هو بنكرر لما نسمع مريح، يعني مش واضح بالمرة، يعني الكلام بتعيد الجملة 5 مرات لما تعرفي ايش بده منك الأسير. يعني بروح النهار كله على شوية صغيرة زيارة، واحنا اليوم هنا هم بطالبوا في حقوقهم، مش طالبين يعني هم كتير الحقوق، يعيشوا بكرامتهم داخل السجون ويعيشوا بكرامة ما يضغطوش عليهم اكثر من هيك. هم مضغوطين يعني، لا زياره اهل بزوروا، يعني هو فيش غير انا لحالي بزور من العيله كلها.
لا اولاد ولا ام ولا ابو ولا اخت ولا اي حاجه، يعني الحال انا بزور في قلب في السجون ومحرومين من كل شيء، يعني من الكانتين ومن الاواعي الشتوي. ينتصروا في معركتهم ويخرج لك زوجك سالما. اشكرك جزيلا وانتقل الان بالحديث مع سيده اخرى تتواجد هنا في هذا المكان، ام اسير. نعم انا ام الاسير رامي عنبر في سجن نفحة. كم مسجون وكم حكمه؟ محكوم 18 سنة وله 15 سنة جوات السجن وموجود في سجن نفحة. مضرب مع المضربين. نعم. كيف تكون الأم وجباتها اليومية وأكلها وهي عارفة أنه ابنها له 13 يوم مش ماكل؟ إحنا من لنا من يوم ما أضربوا الأسرة وإحنا متواجدين في خيمة الاعتصام، بنروحش إلا الساعة 8 المساء، يعني متواجد من 8 إلى 8 وإحنا من دون أكل ولا أي شرب ولا أي شيء يعني. طبعا احنا يعني ابنائنا داخل سجون الاحتلال مضربين عن الطعام، واحنا فيش امكانيه ان احنا نقدر ناكل ونشرب وابنائنا جوا السجون يعني مضربين عن الطعام. ابنك معاهم وكلهم ابنائك وكل الاسرى طبعا في النهايه كتله واحده الان في غرض الوصول الى هدفهم الذي يريدون، باعتقادك يعني انت ربيتيه وبتعرفيه راح ينتهوا من هذه المعركه قبل ما ينتصروا؟ إن شاء الله حينتصروا على السجن والسجان، وبإرادتهم القوية وأمعائهم الخاوية إن شاء الله سينتصروا على السجن والسجان. فيش إمكانية أنه أضربنا يفكوا أضرابهم إلا وهم منتصرين ومتلبية كل مطالبهم اللي بيطالبوا فيها بإذن رب العالمين إن شاء الله. أتمنى لهم الانتصار في هذه المعركة والحرية. شكرا جزيلا لك. وأنتقل الآن إلى حوار خاص سنجريه مع والدة الأسير ضياء الأغا، هذه السيدة الفلسطينية التي قضت كل هذه الأعوام بعيدا عن ابنها بينما كان الآخر أسيرا وخرج لها تنشق أخيرا نواة الحرية. أم ضياء أهلا بك معنا وأعطينا فكرة عن محكومية ابنك ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية كل التحية لأسرنا في داخل السجون الإسرائيلية. ابن ضياء محكوم مدى الحياة، له 25 سنة موجود في داخل السجون الإسرائيلية، يعني وهو مضرب عن الطعام، وحتى هذا الآن لا أفهم ابني وين بعد ما أضرب الطعام نقلوه، يعني مش فاهم في أي سجن. نقلوه بعد الإضراب؟ نقلوه من ثاني يوم الإضراب، نقلوه على سجنين ومش عارف فرقت بالضبط وين. فأنا يعني زي ما أنت شايفاني في خيمة الاعتصام مضربة مع ابننا ومع كل أسر المضربين عن الطعام تضامنا معهم، ولم نغادر الخيمة هذه إلا بعد ما نسمع البتلي يعني إنهم فكوا إضرابهم إن شاء الله، وبدعي لهم دائما الله يثبتهم الله يصبرهم الله ينصرهم إن شاء الله. إن شاء الله الله بنصرهم يما، وإن شاء الله يا ربي يعني إحنا أمهات يعني أنا طول الليل ما بنام الليل، والله ما بنام الليل يما، وانا بفكر كيف هو، خاصه عشان انا الي ممنوعه سنه اني انا منعيني سنه اني ما زورش ابني. فهيته يعني قبل ليش ممنوعه من الزياره؟ اسرائيلي ما من ايرز بيطلعوش اسمي من الفحص الامني من دون اي ذنب، يعني انا ام، يعني انا ام نفسي اشوف ابني نفسي احضنه نفسي ابوسه نفسي ازوره. كنت ادعي اقول يا ربي الله يفرج علي، كنت اقول يا ربي تبعث لي زياره، يعني شوف كيف انا بستنى، ولما يوم ما تيجي الزيارة يقولوا لي ممنوعه، كف عنك شرارة طول الليل ما بنام وعايت وانغطي على، يعني نفسي اشوف ابني انا. فهيته خاض الضرب وانا ما بعرف كيف صحته يما، فان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. بما انه ابنك مضرب عن الطعام، كيف هي وجباتكم في البيت واكلكم؟ كيف قادرين او يعني كيف عارفين تمشوا يومكم وانتم عارفين انه هو مضرب عن الطعام؟ كيف حياتكم ماشيه؟ والله يما انا وابني اللي طلع لسه مش متجوز، بنيجي من الساعه 8 وبنروح الساعه 8 يعني الا على الميه، هاي الميه في شنطتي والله يما الا على الميه، والله ما بناكل ولا اي حاجه، يعني بعد وقت اخوه بروح يجيب له سندوتشين ياكلهم، انا لاني مش في البيت يما، انا هيني قاعده في الخيمه اربع من الصباح للمساء وانا في الخيمه، ويعني كيف بدنا نطبخ كيف بدنا ناكل كيف بدنا نشرب وابننا مضرب عن الطعام، وخاصه ضياء هو يعني من قاده الاضراب اللي فاتوا في الاضراب، فعشان كده يعني نقلوا. فانا بطلب من الله الفرج القريب له لكل اسرنا ان شاء الله في داخل السجون الاسرائيليه يما. أم ضياء ابنك اللي أنت ربيتيه وبتعرفيه، باعتقادك وهو من قادة الإضراب زي ما تفضلتي، باعتقادك ممكن يتراجع عن هذه المعركة قبل ما ينتصر فيها؟ لا يما، يا إما حياة تنتصر صديقي إما مماتا يكيد العدا،
خط الخط واحد لهم اقسموا ليله ما اضربوا اقسم يمين يا اما الشهاده يا اما استرداد حقوقهم كامله مطالبهم اللي طلبوها من اداره السجن. طيب مطالبهم اللي طلبوها من اداره السجون انت باعتقادك انه هي مطالب ملحه لهي الدرجه انه هم يضربوا عن الطعام ويعرضوا صحتهم للخطر؟ هل هذه المطالب شديده الالحاح؟ يما يعني المطالب يما اللي بيطلبوها يعني حق شرعي مشروع لكل انسان، يعني اشي بسيط، يعني اشي بسيط، يعني ايش لما بيقولوا انه احنا تمنعوش اهالينا يزوروا من الدرجه الاولى والثانيه، بدهم يشوفوا امهاتهم والعلاج يما كمان وتسكير ما هذا مستشفى الرمله العمليات اطباء يشرفوا محدد واحد ما يمرض كان لازم العمليه يعملوها له، يعني مطالب يعني بسيطه جدا، ابسط الحقوق الانسانيه اللي طالبينها واسرائيل بتمنحها، يعني حقهم التعليم حقهم الطبيعي وكل شيء هم حقهم، يعني المريض اللي على حبه الاكمول هل حبه الاكمول بدها تشفي او بدها تسد بدل عمليه لازمه له؟ لا يما هذه مطالب اسرانا في داخل السجون. طيب ام ضياء انت كيف شايفه التفاعل الشعبي مع قضيه الاسرى؟ هل هو كافي وهل هو بهذا الحجم ممكن يضغط انه يساهم في يعني توصيل مطالب الاسرى وتشكيل ضغط شعبي؟ طبعا يما الضغط الشعبي بيوصل قضيه اسرانا محليا ودوليا، وبعرف في اسرى فلسطينيين العالم كله مدربين عن الطعام. طبعا انا يعني اكثر من مره اني اناشد انه بدي الشعب الفلسطيني كله يهب هبه واحده، لانهم اسرانا ما ضحوا علشان اهاليهم، ضحوا من اجل الوطن والقضيه. فالضغط الشعبي طبعا بيضغط على اسرائيل، يعني لما نلاقي العالم ضغط بيضغط على اسرائيل تلبيه مطالب ابنائنا في داخل السجون. طيب هو محكوم ضياء مدى الحياه ما دام في نفس هو في السجون الاسرائيليه، هذا حكم اسرائيل باعتقادك؟ هل ممكن الواقع الفلسطيني وفي ظل اللي احنا عايشينه تتغير الامور يطلع يوم من الايام ضياء؟ هل انت عندك هذه القناعه؟ طبعا املي بربي كبير الحمد لله، احنا لو ما اماننا بالله واماننا قوي وعندنا دين وصبرين وعارفين كل شيء يعني باراده المولى، انه هم حكموا الله ما حكم، هذا مش حكم الله، هذا حكم اسرائيل والاعداء، لكن ان شاء الله اولادنا حيطلعوا السجن ما بيني على حد، وانا من بقول لهم شدوا حيلكم وخلي معنوياتكم عاليه، خلي املكم بربكم كبير. لو قدر له انهم يسمعوها. رسالتي لاسرانا يعني دائما في داخل السجون، شدوا حيلكم خليكم مترابطين، بطلب بكل هيتم كان جوا ولا هنا بالوحدة الوطنية لتوحيد الكلمة وتوحيد يعني الجهد من أجل أسرانا في داخل السجون. بقول لهم إن شاء الله الفرج قريب لكم وإن شاء الله بتطلعونا بالسلامة، دير بالكم على بعض، يعني أنتوا إخوة وهو بالفعل هم هناك إخوة، وأنا من هنا بحييكم ألف ألف تحية وبقول لكم إحنا معاكم قلبا وقالبا ولم نغادر هذه الخيمة إلا بفك دربكم إن شاء الله، وإن شاء الله تكبوا منصورين ونحتفل في هذا المكان إن شاء الله. إن شاء الله. أم ضياء رح أختم معك بسؤال أخير، في لحظات الضعف اللي ممكن تساور أي إنسان أي بشري، شو هو اللي بتقوي نفسك فيه؟ شو بتحكي؟ لا ممكن أمهات الأسرى الآن يسمعوا هذا الكلام وتكوني توجهي لهم رسالة تشدي فيها من أزرهم. إحنا دائما يما الحمد لله مؤمنين بالله، دائما بنسبح ودائما بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ودائما بندعي لهم، يعني هو خلف الدعاء، يعني خلف الدعاء إن لهم ما إحنا قادرين نعمل لهم أي حاجة. ساعات الواحد يعني بيبكي من قلبه ودمعته ما بتنشف، بس الواحد يغسل وجهه ويمسح يعني وجهه كده بالرحمن ودائما يعني يسبح الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، يعني دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا الحمد لله بتهدي نفسيتنا الحمد لله بإيماننا من الله والدعاء إن شاء الله. إن شاء الله الفرج القريب لهم والانتصار في هذه المعركة. أشكرك جزيلا السيدة أم ضياء الأغا، وفجر مجد يتسامى بعد هذا الليل الطويل الذي يحل على الأسرى ليس فقط لهم ولكن لذويهم الذين يخوضون الآن معهم هذه المعركة، أمهات الأسرى اللواتي يتواجدن الآن ويحاولن أن يكون عونا لأبنائهن في السجون الإسرائيلية على ما يواجهونه من قمع ومن سياسات ظالمة تمارسها ضدهم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
الإسرائيلية هي رسالة تضامن ومؤازرة لهم الآن حيثما هم وحيث نقلتهم إدارة السجون في محاولة منها لكسر إضرابهم وإنهاء مطالبهم التي يؤكدون أنها مطالب أساسية وبسيطة وعادلة. أشكركم جزيلا على المتابعة ودمتم في أمان الله.